بسم الله. طيب نكمل على الموضوع البروسيسز. الآن خلينا نشوف الأخطاء اللي ممكن تحصل إذا اختلف الـ execution عن النورمال execution. فمثلا لنفرض إنه عندنا الـ parent والـ child، والـ parent لما جاء يخرج خرج ب exit 1 وهو باقي له لسه كود، والتشايلد لسه ما خلص، يعني التشايلد لسه باقي في commands. فاللي يحصل انه البيرنت انتهى وتشايلد اتحول اسمه الى اورفان. الاورفان هذا اذا اكزيتد نورمالي، اذا خلص نورمالي اوكي، لكن اذا ما خلص نورمال هيسبب مشكله في استهلك كمية أكبر من الميموري، ويستهلك كمية سي بي يو، يستهلك سي بي يو، فتحتاج إلى إنك تقفله. طيب أول شيء كيف أعمل ريكوجنيشن، كيف أكتشف البروسيس الأورفان بروسيسز. فغير إنه أحيانا تحصل مشكلة في السينكرونايزيشن إذا كان التشايلد بروسيس يحتاج داتا او يبغى يرسل داتا الى البيرنت، فحتصير مشكلة. تعال اول شيء كيف اعمل ريكوجنيشن للاورفان بروسيس. لو تتذكر اخذنا البي اس بروسيس سناب شوت تول، فهذه البروسيس لو عملت عليها مثلا option all long، لاحظ بتعطيك ال PID وال PPID ال parent ID. فهذه الاثنين هي اللي بتحدد لك قد ايش، او هل هذا البروسيس parent child، او اذا كان child أصبح أورفان. كيف أعرف إنه تشايلد أصبح أورفان؟ بإنك تركز على الـ PPID، تصير لنفرض إنه مثلا هذا الـ process الـ PPID حقه أصبح 1، أوكي؟ فإذا هنا أصبح الـ PPID 1 معناته هذا الـ process أورفان. فتعال نشوف الآن، وممكن نكتب كوماند مختصر يلخص لنا الـ PID. فعندنا مثلا الكولوم هذا كم؟ 1 2 3 4 5. فعندنا كولوم رقم 4 وكولوم رقم 5، هذه الاثنين نبغاها. وإيش كمان نبغى؟ نبغى الكوماند كولوم. فأربعة وخمسة نحطها كده، اوكي، ونبغى الكولوم حق الكوماند. فعندنا 6 7 8 9 10 11 12 13 14. فأربعة وخمسة وأربعتاش. طيب تعال شوف الكوماند اللي احتاج اكتبها عشان انفذ انه اعرض فقط هذه الثلاث كوماندز. اقول له نفس الكوماند هذا، خلينا ايش ننظف الشاشة، نفس الكوماند ولكن هذه المرة اعمل لها بايب و AWK، واقول له print ايش؟ كولوم رقم 4 وخد معد مسافة، كولوم رقم 5 وخد بعده مسافة، نسيت هنا اخد مسافة،
وكولوم رقم 14. اوكي فلاحظ طبع لي هذه الكولومز فقط اللي هي البي اي دي والبي بي اي دي والكوماند. انا ابغى اشوف الكوماند اللي البي بي اي دي حقه بواحد هو هذا الاورفن. طب تعال كيف اعمل اورفن اصلا؟ ايش الكود اللي حيكون اورفن؟ نرجع للكودز اللي موجوده عندنا اللي هو في ملف vim main c. فهذا الملتي بروسيس اللي عملناه المره الماضيه. كيف اعمل الاورفن؟ بكل بساطه زي ما شفنا الان هنا البيرنت بيخرج قبل ما ينتهي التشايلد. فنيجي عند البيرنت. فين البيرنت؟ البيرنت هنا بيعمل ويت. بدل الويت اقول له او قبل حتى ما يخش في الويت اقول له اكزيت. طبعا لو جيت هنا الاكزيت عملنا مانوال وقلنا اكزيت الفانكشن اكزيت هذه كيف شكلها. لاحظ الفانكشن اكزيت موجوده في الاس تي دي لايب و void وفقط بتقول له exit ورقم. اوكي ال exit status number. ولاحظ ال status number هذا هيتاخد ويتسجل فين؟ في ال variable اللي اسمه status. اوكي اذا انت عرفته، واذا ما عرفته ممكن تقول له اكزيت والرقم وخلاص، هو يعطي اكزيت ويعطي سيجنال بالرقم اللي انت اعطيته وخلاص. طيب نرجع هنا ونقول له قبل الويت اعمل اكزيت رقم اي رقم تبغاه، اي رقم تبغاه الا الزيرو. لو قلت اكزيت زيرو معناته البرنامج البيرنت خرج نورمالي، اكزيت نورمالي. اوكي اذا حبيت يعطي اكزيت بايرور اعطيه اي رقم ثاني غير الزيرو. طبعا احنا لو اعطيناه الان في الحاله هذه زيرو او غيره ما عندنا مشكله، لانه حنشوف التشايلد الان ايش اللي حيصير فيه. ونخلي السليب تايم نخليها مثلا 15. اوكي طيب الان نحفظ. طبعا قال لك ايش اكزيت موجودة في الاس تي دي لب. هل الاس تي دي لب موجودة في اللايبراري هنا؟ ما هي موجودة، نضيفها انكلود اس تي دي لب دوت اتش. نحفظ ونعمل كومبايل ونقول main دوت سي والاوتبوت نبغاه اورفن. اوكي اورفن. فالان لو قلت له اورفن فلاحظ اشتغل، قال لك التشايلد لسه ما خلص. ولو جيت هنا عفوا هنا في اليمين وقلت له اعرض لي البروسيسز، لاحظ هذا البروسيس البي بي اي دي حقه ايش؟ واحد. بينما البقية البروسيس كل بروسيس له بروسيس اي دي او بيرنت اي بيرنت بروسيس اي دي او بي بي اي دي، بينما هذا البروسيس له بي اي دي ولكن البي بي اي دي حقه واحد. ليش؟ لانه اللي بيحصل البيرنت اللي كان بيشغله اختفى اكزيتد، وبعدين اتبقى هو لوحده فصار اورفن. الاورفن البيرنت حقه ما التشايلد البيرنت حقه مات فاصبح هو اورفن. مين اللي تبناه ومين ادوبتد اللي هو الانت في البروسيسز. لو رحنا على السناب شوت بروسيسز ورحنا على الاي يو اكس show all processes وقلت له اعطيني فقط البدايات، فلاحظ في عندك هنا process ال PID حقه بواحد.
اللي هو init process. فهذا البروسيس الأساسي اللي أول بروسيس يشتغل في الأوبريتنج سيستم كامل. فإذا الكرنت بروسيس أو البروسيس اللي أنت بتشغله وصل لمرحلة إنه خلينا نرجع نشغله مرة ثانية، وصل لهذه المرحلة إنه الانيت بروسيس هو اللي يتبنى، إذا هذا البروسيس هو الأورفن. أوكي، طيب كيف أعمل فلترينج للأوتبوت هذا بحيث إنه فقط يطلع لي الأورفن؟ بكل بساطة هنا أجي بين القوسين وأقول له إف الكولوم رقم 5 بيساوي 1. أوكي، وهذا كله داخل في الكونديشن. فالآن طبعا لأنه هذا خلص نرجع هنا أوكي ونشغل ونرجع هنا ننظف الشاشة. فلاحظ طبع لي فقط الأورفن بروسيس لوحده، بقية البروسيسز ما يحتاج يطبعها، فقط يطبع الأورفن بروسيسز. أوكي، في هذه الحالة احنا عملنا الأورفن بروسيس بحيث انه البيرنت يخرج قبل التشايلد والتشايلد يبقى بدون بيرنت، فما يعرف يرجع السيجنال لمين، فيتبنى الانيت بروسيس او اول بروسيس يشتغل في الاوبريتنج سيستم.